كانت كمان اليوم ما إجا. الموضوع أكيد يكيم. لا مستحيل، أكيد هو مشغول بقصة هادي اللي حكى عنه بابا تبع الدكان اللي اسمه خليل. بصراحة هو اللي عم يتسلى فينا. الزلمة ما كان عنده لا شغلة ولا عملة غير يلاحق السيارة. بغض النظر، اجتنا الفرصة على رجليها، وهذا أخوه لهداك الغبي الأفندي بكر. أنا عطيتك وعد بأنه كل شيء رح يصير مثل ما بدك. لنبلش لعبتنا لكان. أنت جاهز؟ على الموت معك. ممتاز. جيدة، لو سمحت فيك تنطري شوي، بدي أحكي معك ضروري. خير؟ جيدة، لو سمحتي لا تكبري الموضوع وخلينا نحله برواق. أنا بعرف إنه ما قصدك يوصل الموضوع لهون بيناتنا، يعني بوقتها أنت عصبتي علي. بعرف هالشي صار لأنك كنتي معصبة كتير يوم ما بعرفك منيح. أنا لا، أنا بعرف منيح شو حكيت وما بتراجع. نحن حياتنا وعالمنا مختلفين عن بيئتكن كتير. كلامي واضح؟ بس جيدة، أنا لسه ما حكيت كل شي عندي. لوين بدك تروحي وتتركيني؟ بعرف، يلا أمشي بطريقك. بدك تضل لحقني هيك كل النهار يعني؟ جيدة شو صاير لك؟ إذا متذكرة أنه نحن مندرس بنفس الصف وبدنا نحضر نفس الدروس، أنا رايح على صفي. والله هيك؟ إيه. جان، فيك تجي لو سمحت؟ أنا هلأ متضايقة شوي، نطلع مشوار؟ نطلع؟ أول شي خلينا نحط الشناتي بالصف. ماشي. على مهلكم شباب، شوي يلا شوي يلا حطوه بسرعة، يلا سكر علي اللي بتاعك. وانا لحتى نتمكن على اللي عم تعملوا فيني. ربطوه منيح من هديك الجهة. ليش بدكم فيني؟ ليش هيك عم تعملوا؟ ما نسكوا شي، طلعوني من هون. ايه تمام، سبتوه منيح ولا صار اختني. خالصين نحن، طلع فرسيكم. ليك ليك ليك، طلعوني لاختني. انا فرسيكم. عفوا، فيكن لو سمحتوا تفتحوا الغطا بس توصلوا؟ تكرم عينك معلم. شكرا لكم. عنا بالمدرسة في شوية طلاب بيأذوا يلي بيشوفوه أضعف منهم وبيتصرفوا معهم تصرفات فوقية، وخصوصا إذا كانوا طلاب جداد. هدول الطلاب بيتجهوا للقوة والعنف، ويلي عم يزيد تصرفاتهم إنه في مجموعة من الأساتذة عم تصف معهم، وهالشي عم يخلي المشكلة تتفاقم للأقصى. وين أنا؟ لك الله يلعنكم، ليش هيك عملتوا فيني يا كلاب؟ طلعوني من هون بسرعة، لك طلعوني. وصل صوتنا للجهات المعنية للحد من موضوع الاستغلال الجسدي والمعنوي، إن كان بهي المدرسة أو بكل المدارس. مع فائق احترامي، مدرس الأدب من مدرسة الحقيقة سليم بندر. لك ما حدا عم يسمعني، رح موت. يلا كول، ليش عم تطلع هيك؟ ما بعرف، شو رأيك؟ رح قلك، شعور حلو كتير إنك تكون أناني حتى لو كم ساعة. لكم ساعة بس؟ طيب ليوم؟
تليفونك عم بيرن، مين عم يتصل؟ أمي. برد عليها. أنا اليوم أناني. أي تمام، نحن اتفقنا هيك، بس لازم ترد لأنه مع أبوك بالمشفى. رد هلأ عليها وبعدين منحكي. وهلأ صار دور موبايلك. تمام، معناته روح أنت شوف أمك شو بدها وأنا بشوف مين عم بيدق. أي بكر. ألو إيكيم، إيكيم لازم تساعديني وتطلعيني من هون. صوتك كتير ضعيف، ما عم بفهم شي. قليلي شو يعني صوتي ضعيف لك إيكيم؟ بدهم يقتلوني، بدهم يقتلوني، ما عم تفهمي إيكيم؟ ساعديني. وينك أنت؟ أنا وين ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه حطوني بحاويت زبالة وهلأ ما بعرف لوين قاعدين، وفي زبالة حواليه كتير، أنا رح أختنق. بكر شو هالكلام يلي عم بتقوله؟ روقي روقي إيكيم، روقي شوي، شكله وقف. ما بعرف وقفوا فجأة. وين وقفوا؟ ليش أنا بعرف حالي وين لحتى خبرك؟ شوفوا على هالكلام اللي بسم البدن، شبكي إيكيم؟ شو هالسؤال؟ طيب ابعت لي اللوكيشن تبعك هلأ بسرعة، يلا. كانت أنا لازم روح هلأ، صار معي شي بخبرك بعدين، شكرا كتير على كل شي. لحظة شو صار؟ وين هذا الموقع؟ كانت نحن راجعين على البيت مع أبوك. لك بكر وينك؟ حدد لي الموقع بالضبط، انا شفته وما فهمت شيء. اكيد بتوقع هلا عم ينزلوني من الشاحنه، هو يمكن يفلتوني بعدها. انت تعالي بسرعه على الموقع وقد ما فيك يكوني قريبه منه، ما بعرف شو رح يصير. بكر شو عم بيصير معك؟ شو هذا الصوت؟ إيكيم ما بعرف شو عم بيصير بنوب. إيكيم اسمعي شو بدي أقول، معقول يكونوا زدتوني من أول الشارع؟ إيكيم أنا خايف كثير. إيكيم لا تجي لحالك، جيبي معك الشرطة والإسعاف وكل حدا ممكن يطلع بوشك وتعالي بسرعة لهون. لحظة، دقيقة، سامع صوت من برا. إيكيم أنا هلأ عم أسمع صوت المفاتيح. إيكيم بدك تلاقي مكاني فورا وبدك تجي لهون بسرعة، الله يخليك رجعي ردي لي خبر فورا. كأنه فتح. استني إيكيم، إيكيم دايا، طلعت طلعت منا إيكيم. جايبيني مصور خاص حتى يصورني. شوفي شوفي حالك، شي بيضحك عن جد مو طبيعي. عن جد ما عم صدق، شو هالفكرة اللي ما بتخطر على البال بنوم؟ فجأة طلعت ببالي. ليك شكله، ليكي ليكي تطلع هاي الصورة أحلى شي. أوه بتعرف، حاسة مزاجي صار أحسن. وهي مكافأتك. أوزان خلينا نطلع، هيك رح نتأخر عن الحفلة. ناز حبيبتي، كان في قاعدة للحكي عنا بالمدرسة بتتذكرية مو؟ شو وضعها؟ عكلن ليك أوزان، لا تكسر قلب البنت وروح معه. صعب عليك تقولي خليك وما تروح ميليسا؟ أنا كنت عم فكر إنه شو كنت مفكر؟ ناز استني، رح روح. Thank you.
ميليسا شوفي. وشو دخلك انتي؟ يعني بتعرفي الموضوع؟ بتعرفي مو؟ طبعا حبيبتي. معناتها بدك تشرحي لي كل شيء. رح بلش من الاول لكان، انتي شو بدك تعرفي بالضبط يا روحي؟ عم تتهربي مني؟ مشان الحادث ما؟ اخذوا افادتك كمان؟ ايه. شو قصدك بايه؟ شو قصدك؟ انا على الكرسي بسبب الحادث وانتي واحدة من المشتبه فيهم. لا تسمعيني صوتك نقاقة. معناه تحكي لي فورا وبلا سخافتك. ومين حضرتك لحتى جاية تحاسبيني هيك؟ في يا بنت، عطيتك فرصة وخليتك رفيقتي بس ما بتستاهلي. انتي ما بتفرقي عن رفيقتك اكيم بشي نفس الشكل. بالمناسبة من اليوم ورايح نحنا مو رفقات. دوري على حدا تاني يجي يدفشك.